هذا الملف موجود من أولويات الأولويات الذاكرة. إذن استرجاع رفات، مسألة الأرشيف، وكذلك ملف ثالث مهم جدا وهو الانفجارات النووية في صحرائنا، لابد فيها دراسة. هذه كلها موجودة على طاولة المحادثات، وإن شاء الله نستمر في هذه مع أتمنى أن يكونوا شركاء أو إن لم يكونوا فرقاء في هذه الملفات، ولكن جائحة الكوفيد عطلت كل البرنامج اللي كنا سويناه مع الفرنسيين. تعرف كان مدوا جزر مع فرنسا يوم